طب في سؤال محاضرة رقم واحد بين تيوبركلوسس. راح ان شاء الله نحكي عن النوع الثاني من الانفكشن اللي بيصيب الار اس اللي هو الكلاين بكتيريوم. اوكي شباب، قبل ما بلش في المحاضرة الصورة واضحة عندكم؟ واضحة؟ تمام. بس اذكركم بالبرنامج المطعوم الوطني في الأردن، لأن يعني احنا أطفال بنولدوا وكيف نبلش معهم بالمطاعيم. بعد بالشهر الأول شو بنعطيهم؟ اللي هو حكينا لهم في المختبر في المحاضرة رقم واحد اللي هو تبع التيوبركلوسس. بعد شهرين شو ببلش معهم؟ الفيليا تيتانوس بيرتوسس من فرس انفلونزا تايب بي. وايش كمان؟ هيبتايتس بي فيروس. ايش الاي بي في هاي؟ انكتيفيت بولي فيروس والروتا. اخر شهور نرجع مره ثانيه شو بنعطيه؟ دي تي بي تيتانوس بيرتوسس الى اخره. كمان بنعطيه على الشهر الرابع دي تي بي وبنكمل. لما نرجع على الشهر بعد 18 شهر يعني تقريبا سنه ونص، نرجع نعطي كمان دوز من الدي تي بي. شايفين هون؟ لان بس الاطفال يكبروا بعد 4-5 سنوات بعد السنه السادسه، وعلى الادلت والادولسنس نعطيهم ايش؟ تيتانوس ديفثيريا النوع الثاني تبع مين؟ تبع الكبار. يعني الأطفال الصغار شباب نعطيهم الثلاثي اللي هو ديفثيريا تيتانوس بيرتوسس. اللي هو ايش البيرتوسس؟ هو بنكف سعال الديكي. اوكي، بس يكبروا ما نعطيهم، نعطيهم بس التيتانوس مع ديفثيريا. اوكي يا شباب، يا ريت انه هذا الجدول تحاول يعني تتذكره وتحفظه، لانك حتنساله، حتكون في مواقف كثيره بيسالوك ناس يا دكتور ابني عمره هالقد شو معطيه مطاعيم، فمش كويس انك ايش تضل ساكت. اوكي، حاول تحفظوه. طيب نشوف الكلاين بكتيريا، الانترودكشن عن البكتيريا اللي عندنا اليوم. كوراين فروم جريك، كوراين مينز كلب. ايش الكلب؟ هاي شو تستخدم يا شباب؟ هاي اوكي، they are small pleomorphic more than one shape non capsulated non spore forming bacteria gram positive rods typically form clusters of parallel rays palisades. مرت معنا صح هاي؟ مين بدك شلون باليسيد؟ ايوه، زي السياج الخشبي، زي السياج الخشبي. نشوف الصور. هاي طبعا كلوب اندد يعني بيكون جرام بوستر بس اللاي، وفي النهايه منتفخه فيها زي الفاكيول زي البسكل، هاي بتخزن فيها مواد. اوكي، مواد غذائيه الى اخره. تحت الميكروسكوب يا شباب الاشخاص الاكسبرت، الاشخاص اللي يعني بتعاملوا مع المايكروبيولوجي لاب، تجيهم عينات يصبغوها بشكل مستمر، يصيروا خبراء في ايش؟ في التشخيص في مرحله الجرام ستيننج. فلما يطلع معهم جرام ستيننج باتر، شايفين كيف البكتيريا مصطفى؟ لما ناخذ سناب شوت من هون زي الباليسيد او بسموها التشاينيز لتر كاركترز، مضبوط زي الارقام الصينيه تقريبا جايه، بس هي الباليسيد اكثر شيء بتكون ماشي معانا. طلع هون مثلا كيف؟ هاي واحده اثنتين ثلاثه، واحده جايه مايله. فلما الناس يعملوا سياج خشبي حوالين البيوت ما بيكونوا كلهم بشكل عمودي، في شيء مايل، فسموهم شبهوهم بالباليسيد. الان الكلوب اندد جاي من وين؟ في عندي فوليتين جرانيولز، استورج فورم اوف complex inorganic polysaccharide granules which serve as food reserves. يعني كل البكتيريا تقريبا فيها مخزن للغذاء لوقت الحاجة زينا البشر احنا. طيب الابيديميولوجي تبعها وورلد وايد، طبعا احنا الحمد لله ممكن انت تخلص وتشتغل وتكبر في العمر وما يمر عليك حالة ديفثيريا. ليش؟ بسبب vaccination. اوكي، بسبب البرنامج الوطني للمطاعيم اللي بيغطي تقريبا او بيغطي كل الاردن، بس احنا ممكن في جيوب بعيده يمكن ما يطعم. اوكي،
Apparently declining the trend of diphtheria due to age vaccination coverage. A source of infection, carriers, because 95% will cases 5%. ليش؟ لأن الكارير بعرفش إنه حامل البكتيريا فبكون مصدر الانفكشن. أما الكيس اللي عنده أعراض وشو بروح بدور؟ ميديكال انترفنشن، بدور ميديكال كير. فبكون احتمالية إنه ينقل العدوى للأشخاص الآخرين أقل compared to carriers. تمام؟ الآن the carriers فين؟ The nasal carriers are more dangerous due to age frequent shedding than throat carriers. طبعا اكيد النيزل بيكون اقرب للاوتسايد. الانسيدنس اوف كاريرز ار ريت فاريز فروم 0.1 ل 5%. الترانسميشن اكيد فيا ريسبيراتوري دروبلتس. لما نحكي دروبلتس يعني نوت اير بورن. يس حجمها اكبر. اوكي حجمها اكبر تسقط بعد متر لمتر ونص مترين. فانت لو بتكون بعيد عن شخص 2 متر انت بتكون انسان، اوكي؟ مش لما نحكي عن التيوبر كروس تذكروا؟ قديش المسافه؟ 60 متر، اوكي؟ يمكن اكثر حسب الاير سيركوليشن في المنطقه، تمام؟ او ريرلي باي كونتاكت وذ انفكتد سكين ليجن. عندك انت سكين مصاب في جراح، صار له كونتامينيشن، ممكن يصير الشخص سكين انفكشن بالبكتيريا. الريزرفوار، ذير ار نو سيغنيفيكانت ريزرفوار اذر ذان هيومن. الكومون انفكتد حكينا الشيلدرن ايج من سنه لخمس سنوات. لكن طبعا ليش؟ اذا كان الطفل مش مطعم بهاي الفتره شو بيكون جهاز المناعه؟ مش قوي. ايامنا الحاليه الترند بطل في الصغار، صار في مين؟ الكبار. في الكبار، لانه الكبار اوكي في دول برا في برامج ري فاكسينيشن لكثير من اللقاحات، احنا ما عندنا اوكي؟ فممكن انه الافكاسي او فعالية المطعوم قلت او الميون ريسبونس او الميون سيلز او الميموري سيلز قلت وذ ايج. فبكون الكبار ايش عمرهم؟ بكونوا اكثر للاصابه في المرض برضه. طيب التوكسين، الان مشكله الدفتيريا يا شباب في التوكسين اللي بتطلعه زي مين؟ زي الكوليرا. المشكله في مين؟ في التوكسين. زي التيتانوس. المشكله في مين؟ نفس الشيء البكتيريا هاي كمان بكتيريا مدثيرية هي مشكلة في التوكسين. التوكسين بتكون من 2 سب يونتس A and B توكسين. بتكون من A سب يونت و B سب يونت. It can induce protective antibodies. Can produce protective antibodies أو antitoxin. سامح كيك كمان شو. And LD50 of 100 نانوغرام per kilogram of body weight. شو معنى LD50؟ lethal dose 50. لو عندك 100 experimental mice وعطيت كل واحد منهم 100 نانوغرام حسب وزنه، إذا وزنه مثلا كيلو كم نعطيه؟ 100 نانوغرام. من المية كم راح يموت عندك؟ 50. فالليثال دوز 50 هي الدوز that's enough to kill 50% of experimental mice أو experimental animals. واضح؟ لو كان شخص وزنه 70 كيلوغرام كم بدي؟ 7000 نانوغرام. يعني قديش 7000 نانوغرام؟ 7 مايكروغرام. يعني ولا شيء. يعني شو مال التوكسين؟ very important توكسين. لا كيف بيشتغل عندي الدي تي اللي هو الديفتيريا توكسين؟ كيف المود اوف اكشن؟ كيف الميكانيزم اوف اكشن؟ تمام؟ خلينا نيجي هون على هاي الصوره. طبعا حكينا الديفتيريا توكسين has two subunits A and B subunits. يعني subunit B من الB binding اوكي والA active. يعني واحد بيرتبط والثاني ايش ماله؟ بيشتغل. تمام هاي subunit A كيف بتكتبوا منين؟ اطلعها من هون شباب. يعني in general الكرايوباكتيريوم before was considered ايش؟ normal flora يعني نون باثوجينيك. وبتعرف في كثير بكتيريا تحولت من النورمال فلورا للباثوجينيسيتي. ليش؟ لانها اصيبت في بكتيريوفاج. ايش هو البكتيريوفاج؟ والفيروس اللي بيصيب مين؟ البكتيريا. فاجى البكتيريوفاج شو اعطى؟ هاي البكتيريا اعطاها التوكسين. تمام اعطاها التوكسين اللي هو ديفتيريا توكسين او التوكس بكتيريوفاج. اعطى
الماي الكوين بكتيريا الديفثيريا التوكسين فتحولت لايش؟ لباثوجينيك لباثوجينيك واللي هي كانت في الاصل ايش كانت؟ نورمال فلورا. فهاي التوكس بكتيريوفيج اعطى البكتيريا التوكسين صار تصنع البكتيريا فبيطلع منها وبيرتبط على السيرفيس اوف هيومن سيلز يوزنج بي سب يونت ريسبتور بيدخلوا الاثنين لا الاي سب يونت بتطلع من الاندوسوم وين بتروح؟ بتروح تشتغل على الاي 2 على الاي اف 2 الانجيشن فاكتور 2 الانجيشن فاكتور. حتى اذكركم يا شباب بالترانسليشن بتعرفوا الرايبوسوم تو سب يونتس عند السمول سب يونت واللارج سب يونت. في عندي المسنجر ار ان اي وفي عندي تو بايندينج سايت على اللارج سب يونت الاي سايت والبي سايت. بيجي الترانسفير ار ان اي بيجيب لي امينو اسيد بيرتبط على الاي سايت اوكي مع الكود مع التريبلت كودون فبتحرك بيرتبط مع الامينو اسيد الثاني. لا الترانسفير ار ان اي بنتقل للبي سايت عشان يترك هاي المنطقه فاضيه ويجي مكانه ايش؟ ترانسفير ار ان اي ثاني مزبوط. ترانسلوكيشن هاي الترانسلوكيشن من هون لهون مين بتحكم فيها؟ الانجيشن فاكتور 2 الانجيشن فاكتور 2 تمام؟ الانجيشن فاكتور 2 بيجي عندي الدفتيريا توكسين بمنع هذا الارتباط. طب شو المحصله النهائيه؟ نو بروتين ترانسليشن نو بروتين سينثيسيس شو بصير بالخليه؟ بتموت ثاني نكروسس تمام؟ اوكي؟ فالانتقال من الـ A site to B site on the large subunit of ribosome is mediated by EF2 regulation factor 2 diphtheria toxin interferes or blocks this mechanism therefore no protein is synthesized and eventually cell is dying. How dies, okay? واضح؟ بسيط. What are the types of diphtheria? في عندي respiratory diphtheria, في عندي cutaneous diphtheria, وفي عندي ايش؟ systemic. Systemic is mediated by toxin, not by bacteria itself. نشوف respiratory. Respiratory diphtheria, the most common form of diphtheria compared to others. Incubation period of 3 to 4 days. The stages. Stage الأول يا شباب من الديفثيريا بما انه المرض بيصيب الريسبيراتوري تراكت ببلش من وين راح يكون؟ من الابر ريسبيراتوري تراكت. فالستيج الاولى اول مرحله بالريسبيراتوري ديفثيريا اللي هي فوشيال ديفثيريا. فوشيال ديفثيريا جاي من الفوسس. فوسس معناتها حلقي الحلق منطقه ايش؟ منطقه الحلق اللي هي the cavity at the back of the mouth leading into the pharynx. هي منطقة الحلق fossis أو fossial area. واضح شباب؟ شو بصير عندي؟ in place of penetration mucous membrane or skin bacteria intensively multiplies and produce ايش؟ exotoxin that is combined by hyperemia, edema and vascular congestion with increased permeability of small blood vessels and epithelial necrosis due to the effect of exotoxin. And this leads to local damage. تمام؟ شو بصير بعدين؟ لا، بما انه صار في عندي شباب طلع ركزوا معي. صار في عندي damage بالميوكس ممبرين، اوكي؟ وصار في increase بالblood vessel permeability. البلد سيركيليشن شو فيها نوع بروتين؟ فايبرينوجين المسؤول عن ايش؟ عن البلد كوربيليشن. الفايبرينوجين لما يطلع على يصير له نروح من البلد سيركيليشن لمنطقه الفوسس اريا ويطلع على السيرفس الفايبرينوجين يتفاعل مع التشيو ثرومبوبلاستين وتحول لايش؟ لفايبرين. لان الفايبرين احنا لما نعمر مش نحط اساسات هاي الخطوة هي بداية تشكل الممبرين الكاذب اللي هو سيدو ممبرين اللي مرتبط بالديفثيريا انفكشن تمام؟ فارتباط الفايبرينوجين مع التشيو ثرومبلاستين بتحول لايش؟ لفايبرين اوكي؟ فايبرين تايتلي هولدينج ا فايبرس فيلم اون ذا سيرفيس اوف ميوكوزا
فاحنا زي الجلو، كيف السوبر جلو؟ بتحط على طبقه النيكوزا الفايبرين زي السوبر جلو، الان ببلش يتراكم فوقي ايش؟ كل شيء، بكتيريال سيلز، ميثيليال سيلز، بروتينز الى اخره. شو بتكون عندي في الاخير؟ ممبرين، ممبرين كاذب، ممبرين جديد. بس شو مواصفاته؟ انه ستك للميوكوزا. شو ماله؟ يعني ثابت، ممبرين ثابت. سامح كيف كمان شو؟ نعم، ممبرينز increases the thickening up to 5 to 6 days of illness due to the accumulation of materials for the fibrin. ممبرين ستك ايش معنى ليذري؟ زي الجلد، جلدي. gray white and composed of bacteria. شو ليش تكون الممبرين؟ مش حكينا الاساس كان فايبرين؟ بيجي بتراكم عليه بكتيريا، ميكروتيك ابيثيليوم، فاجوسايتس اند فايبرين. كل هذا بشكل لي ايش؟ سيدو ممبرين. It's firmly adherent to the underlying tissue. Bleeding follows its forcible removing. إذا بتحاول تشيله شو بصير للمريض؟ بصير bleeding. لأنه شو ماله؟ Stuck the underlying tissue. Has tendency to extend to another organs. ممكن ينزل من الفوسس اريا من الحلق وينزل داون للتراكيا، اوكي؟ بيعمل بلوكج عند المريض. كان ديتاتش بعد 10 ايام تقريبا من الانفكشن. عشان اوضح الصوره، في عندي هون ايش؟ ماسكولاريس، صاب الميكوزا، وايش في عندي هون؟ ميكوزا. لما البكتيريا ترتبط على الميكوزا وتطلع توكسين، شو بصير في هاي الطبقه؟ هاي بتروح. مو شو الالسريشن؟ لوس اوف سيرفيس. لوس اوف سيرفيس كونتينيوتي. شباب الالسر هو لوس اوف سيرفيس كونتينيوتي. انت فقدت جزء من الميوكوزا، من الاثيريال سيل. فقدت يولوس الاستمراريه في السيرفيس. كيف المطب؟ نفس المبدا. فهون فقدنا ايش؟ الميوكوزا. يعني صب الميوكوزا فيها بلاد فيسلز الى اخره. فايبرين. اوكي؟ هذه بداية تشكل السيدو ممبرين. الفايبرين بيرتبط عليه اللي هو فابرينو اجريجيتد اكزونيت. ممبرين استك ليذري جراي وايت اند كومبوست اوف نيكروتيك ابيثيليوم بكتيريا فاجوسايتس اند فايبرين. وشو المواصفه المهمه فيه اللي بتميزه عن اذر انفكشنز في منطقه الحلق؟ انه شو ماله؟ هو ثيك ستيك، يعني هو ثاء، مش هو ستك لل الانترلاين تشو، وصار لك تشيله بالوودن ستيك او في اي شيء. تمام؟ اذا حاولت شو بصير عند المريض؟ بليدنج. دكتور ايش يعني الجمله اللي صارت؟ اوكي؟ لا، ريسبيرتوري ديثير. نكمل. The clinical diagnosis are based on the initial manifestation including headache, weakness, sore throat, voice change. Dysphagia. ليش dysphagia؟ لأنه صار في عندي ممبرين وصار صعوبة في البلع. Low grade fever. نعم. Diagnosis requires the isolation of البكتيريا نفسها or the histopathologic isolation. أنت ما بتقدر، إذا ما قدرت تاخذ يعني مسحات أو تحصل بكتيريا، شو بياخذ الطبيب؟ ياخذ نسيج، يعني بيعمل كت لجزء من الممبرين وشوي من underlying tissue هيك، وين بتروح؟ على المختبر. تمام؟ صار كون من ذلك عندي بالأبر ريسبيراتوري، تركنا بدون علاج، ممكن يصير له إكستنشن لوين؟ إكستنشن أوف ذا ميمبرين إن سيفير كيسز. وين بروح؟ إكستند إنتو ذا لارينكس أند ذا برونكيال إير ويز. ذيس ويتش مي ليد تو فيتال إير واي أوبستراكشن. بس عند المريض أسفكسيا بيخترق وبموت، أوكي؟ ليدينج تو أسفكسيا. ذيس ميديتس إميديت تريكيستوري. لما يجيك مريض عنده growth للممبرين downstream للارينكس والتريكيا، العلاج الأول مباشرة بعمل له ايش؟ تريكيستومي للتريكيا من هون عشان يقدر يتنفس، لأنه ما يقدر ياخذ هواء. بعدين بعطيه الأنتي توكسين والأنتي بيوتكس، لكن هون بالفيرست برايورتي ايش بعمل؟ تريكيستومي. تطور الحالة لبولنيك أبييرنس. Now, few patients develop massive swelling of the tonsils and present with bull neck, زي رقبة إيش؟ تنتفخ. Okay, زي البول، زي الثور. Okay, this which results from
بسبب المريض بنفردينو بادي بسبب دو ماسف إديما وين سب مانديبولار and برا تراكيال ريجون which is characterized by سي فاول بريث thick speech and stridor breathing تمام. The infection gradually resolves and the membrane is cuffed up after تقريبا 10 أيام بالضبط. شو رأيكم في هاي الصورة؟ شو رأيكم في هاي الصورة؟ لأن أنت أجاك two patients، الأول مصاب بالدفتيريا والثاني مصاب على سبيل المثال strep throat group A streptococci هو اللي راح نشوفه وتشوفوه كثير في حياتكم. طب كيف تميز انت بين membrane of diphtheria and membranes caused or exudate caused by other types of bacteria زي group A زي streptococcus الى اخره؟ شباب في كثير membrane شو ماله؟ membrane هون شو ماله؟ ثابت ما بتقدر بالودن ستيك انك تشيله واذا حاولت شو بصير فيه؟ بيدي كمان شو ملاحظين يا شباب؟ في كثير فرق مميز شكله انت شو بتسحب منها انه ولد الديفيرتيك ميمبرين از ويل ديماركيتد يعني تقدر تشوف حدوده انه هو ميمبرين هون عباره عن اكزوديت هون شوي وهون شوي وهون شوي ما لهمش ديفينيت بوردرز اوكي ما لهم ديفينيت بوردرز هاي الفرق بين الميمبرين تبع الدفتيريا والميمبرين تبع الاذر نعم؟ طيب راح نشوفها فيديو وش السؤال. وانتبهوا لي على الطفل. واضح؟ هي ولدي ماركيتد يعني بتشوف مغطي البلت اريا كل منطقة هاي واذا حاولت تشيله ما بتقدر، اوكي؟ لو كان اكزلت عادي من اذر بكتيريا ما بتشوفه شكل ممبرين 100% مغطي المكان 100% مغطي المكان اوكي مين سأل؟ تفضل لو ببلش من الفوس اري من الباك اوف ماوث اوكي وبنزل نزول تمام بس يعني من لحى شوي يعني لا لا هنقول يعني 0.1 او 10 الباكت هابتي من الخلف منطقه الحلق كامله بنزل نزول اوكي دكتور سؤال تكون متصله على طول ولا بوقع لا ممكن يكون يعني قضيه ديانيتر قضيه ديانيتر ممكن يكون قطره هون كبير شوي بيكون صغير بس شمال الممبرين كله كونتينيوس دكتور انا راح اجيبك لا كمل خلاص انا بجيب لك اياه معي انا راح اجيبك اوكي شباب طلع كيف هون الصوره كثير واضحه ولدي ماركيتد ممبرين ستك لل اندرلاين تيشيو هذا ايش؟ هيقول ميك ابيرنس وايش صار معه في الاخير؟ اسفكسيا تمام؟ هون بحاجه لايش؟ لتريكيوستومي طيب نشوف السيستميك ديفثيريا ديو تو وات؟ توكسين ادزوربشن The exotoxin invades the regional lymph node and subcutaneous tissue lymph, send the lymphadenitis and edema of the subcutaneous tissue and bloodstream fix on the target cell with their subsequent toxic lesion. لا شوف عند المريض ديفتريتيك مايكاردايتس اذا صار ابزوربشن للتوكسين بات سيركوليشن ووصل لمنطقه الهارت بس عندي ابيرز ديورينج 2 to 3 ويكس
in severe cases of respiratory diphtheria. بتحول بطل respiratory بعد 3 أسابيع بصير عندي مشاكل في الهارت. شو بصير manifestation؟ cardiac enlargement, weakness, arrhythmia and congestive heart failure with dyspnea. Due to ايش؟ اللي فكت في حالة due to what؟ التوكسين، اوكي؟ مش البكتيريا. التوكسين مش البكتيريا. إذا التوكسين وصل للنيرفوس سيستم شو بصير عندي يا شباب؟ appears later in the course of disease. لا التوكسين mediated non-inflammatory demyelination disorder. يعني بروح على الميلينشيف شو بصير التوكسين فيه؟ بيقطع عليه، بيختفي. شو بصير عندي في النيرف كوندكشن؟ بيقل سرعة جدا بتأثر، اوكي؟ most often involving paralysis of the soft palate. Soft palate, oculomotor, eye muscles or selective muscle groups. الآن اوكي ممكن ها وهو reversible لكن أكثر شيء بنخاف من إيش؟ paralysis of respiratory muscles. فالمريض بطل يقدر يتنفس. شو بحاجة بهاي الحالة؟ لفنتليتور. بحاجة لفنتليتور لحين يتم تخلص من التوكسين. زي مين؟ زي البروستاتيوم بوتشيدينيا. مش تعمل فلاسيت باراليسيس؟ مش بطل عندي مصر كونتراكشن بالسبيراتوري مصرز بحتاج لفنتليتور لحين يتخلص من التوكسين. إذا بروح على أدرينالجرامس عندي هيموريج تيشو نيكروسيس الكيدني سيمتومز اوف نيكروسيس والريكفري افتر توكسيك دامج از 4 إلى 5 أسابيع و6 شهور على البيشنت اف ذا بيشنت سيرفايف. اذا عاش يعني تقريبا 6 شهور بيختفي الافكت اوف توكسين بشكل كامل. تمام. ممكن يصيب اذر اورجانز زي الاير اوتايتس اكسترنا الاي كيورلانت اند السيراتيف كونجنكتيفايتس جينيتال تراكت purulent and ulcerative vulvovaginitis. يعني بالمعنى يا شباب انه التوكسين لما يروح من blood circulation اي عضو وصل له يأثر على الفانكشن تبعه. الدياجنوستس should be considered متى؟ severe pharyngitis particularly with difficulty swallowing respiratory compromise or sign of systemic disease including myocarditis or generalized weakness. هون بلش نشك انه عند المريض ديفثيريا. الان سبيسيفيك دايجنوسيس طبعا اكيد يا شباب حكينا حتى في التي بي حتى لو عملت الاكس راي طلع بوزيتيف والمانتو طلع بوزيتيف وندر وور على المختبر فدائما المختبر اوكي ممكن تحكم من البدايه على الاعراض وعلى شكل الممبرين بس الافضل انه ناخذ من المريض عينه وين تروح؟ على المختبر. على المختبر. مايكروسكوبي اوف ذا سميرز شو بيعطينا؟ الشكل كلوب اندد جرام بوزيتيف palisade arrangement bacilli نزرعها حتى نعمل confirmation. بنقدر نشتغل ايش؟ serology quantitative antibody titer to diphtheria exotoxin toxicity test. بنقدر نشتغل PCR ولا ELISA حتى نحدد اذا في توكسين او لا. والنون سبيسيفيك دايجنوسيس زي CBC. ايش CBC؟ كومبليت دوت كوم بدك تشوف هل هو بكتيريا ولا فايرال. بصير عندي مودريت ليكوسايتوسيس. طب ليكوسايتوسيس من اي نوع يا شباب؟ بالبكتيريا شو بيطلع عندي؟ نيوتروفيلز. بالفايرال ليمفوسايتس. اوكي انكريس اي اس ار. ايش الاي اس ار؟ اريثروسايت سيدمنتيشن. طيب شباب في عندي 2 screening tests كيف تعرفوهم؟ دائما الاطباء بيطلبوا دائما اذا جاءته مريض suspected of having inflammation or infection هذا كلاسيكي بيطلبوا ESR بيطلبوا CRB. CRB هو C-reactive protein وحكينا مظبوط؟ C-reactive protein بيطلع في الـ acute phase reaction حتى يعمل يساعد على الفاجوسايتوسيس الحين انتاج الانتيبودي. اوكي؟ الـ ESR اللي هو الإريثروسايت sedimentation ريت معدل ترسب الاريثروسايت بفعل الجاذبيه الارضيه. تاخذ عين من المريض اكيد حطوها بالفسيولوجي ما حطوها. ناخذ عين دم من المريض وحطوها في تيوب خاص تيوب تقريبا وسع 100 ملليلتر
التيوب يحطوه بشكل عمودي وبتركوه ساعة. شو بصير في الار بي سي؟ تترسب. بفصل عندي الار بي سي تحت، وايش بفصل عندي فوق طبقة البلازما. انت الان بعد ساعة بتقيس الريت اوف سيدمنتيشن، يعني مثلا 10 مليمتر او 5 ل 10 مليمتر بير اور نعتبره نورمال، لكن ممكن يترسب معاك 30 مليمتر او 40 مليمتر. شو بعتبر عند المريض؟ انفكشن او انفلاميشن. اوكي، لكن شو المميز؟ انه الاي اس ار والسي ار بي هم سنسيتيف بات نوت سبيسيفيك. ما بقول لك انه المريض عنده كثيره، شو بحكي لك؟ عنده انفكشن او انفلاميشن. طب ليش الاي اس ار بزيد في حاله انفكشن او انفلاميشن؟ شباب الار بي سيز عليهم شحنات ايش؟ سالبه. شو بصير دراتهم؟ ريبالسيف فورسز، قوة تناقض. في حال الانفكشن او انفلاميشن بيطلع عندي بروتينات، هاي البروتينات موجبة الشحنة، شو بتعادل؟ شحنة النيجاتيف. شو بصير الترسيب؟ بصير اسرع. وضحت؟ جدا فكرة سهلة. والطبيب بعد اسبوعين يقول المريض روح عمل مرة ثانية سي ار بي واي اس ار عشان نشيك هل الانفكشن او انفلاميشن خف عندك ولا اختفى؟ تمام؟ قابل إذا صار في شفاء بيقل إنتاج البروتينات وبيرجع مش طبيعي، بيرجع من 30 ل 10 أو 5 مليمتر، والسي آر بي بيقل تركيزه. تمام؟ كان كثير عادي يمكن يكون بعض العدوى بزيدوا بشكل كبير، يعني مثلا شوف الكانسر بزيدوا بعد كل شيء بزيدوا، بس مثلا زي الحزام الناري إذا زاد اختفى. مو هي صار بعض البروتينات تنتج في الكبد وتنتج due to infection. إذا قل إنتاجها شو بزيد؟ هي صار برجع طبيعي. أوكي؟ بس خاصة عندهم مثلا سيستم بلوب بصر، عشان chronic infection بدأ عندهم عالي. أوكي؟ طيب. هاي كل البكتيريا شو مالها؟ لما differential diagnosis مع مين؟ مع الكورونا بكتيريا ديفتيريا. لما تطلع انت في حلق مريض وتشوف في اكزوديت، اوكي ممكن تفكر في ديفتيريا اذا كان الممبرين ويل ديماركيتد له كلير بوردرز وستكتر اندرلاين تيشو، لكن ممكن تلاقي اكزوديت بدك تعمل ديفرنشيشن مع مين؟ ريسبيرتوري فيروسز، راينو فيروسز، انفلونزا الى اخره، جروب اي وجروب سي ستريبتوكوكاي، اي تيبيكال بكتيريا زي مين؟ مايكوبلازما نيمونيا والكلاميديا، هذول بيعملوا لي ايش؟ نفترض نفس الأعراض. رضا الفيروس زي الهيبس سمبلكس إلى آخره. تمام يا شباب؟ رضا نفس الإشي يعني إذا شفت عندي. يعني دائما أي إكزيدنت في منطقة الثروت، أي بص، بدك تفكر في كثير باثوجينز. أنت شو في عندك؟ إذا بص عادي تروح على المختبة، إذا الممبرين شكله مرتب وستك في الأندرلاين تيشو بتروح أكثر شيء باتجاه الديفتيريا. لا التريتمنت زي التيتانوس حكينا، اذا شخص دعس على مسمار راح على المستشفى شو اول شيء بيعطوه؟ انتي تيتانوس سيرم ATS. ونفس الشيء المريض اللي مصاب بالديفتيريا شو بنعطيه؟ انتي ديفتيريتك او ديفتيريا توكسين. ليش؟ حتى نعادل التوكسين اللي ينتج من البكتيريا زائد الانتي بايوتكس. تمام، زائد الانتي بايوتكس. ايش الدوزز؟ اذا المريض اجاك مايلد ايرلي فارينجيال كيسز، يعني شخصته ات ايرلي ستيتس اوف انفكشن، نعطيه 20,000 ل 40,000 يونت من مين؟ من انتي ديفتيريا توكسين. مودريتلي سيفير كيسز لغايه 60,000، اذا كان سيفير اكستريم ليت كيس لغايه 100,000 ايش؟ يونت، لانه كميه التوكسين شو بتكون في هاي الحاله؟ كبيره. طب الميديكيشنز المينتنس اوف ايرواي اوف اوبن ايرواي، بدي احافظ على ايرواي اوبن بالتريكوستومي او بالانكيوبيشن. تمام، والانتي مايكروبيال ثيرابي انتي بنسلم او اريثرومايسين از ذا دراج اوف تشويس. طيب يا شباب، انا تعرفوا كل البكتيريا اللي موجوده على وجه الارض بعد فتره شو بصير؟ تعمل ايش؟ تعمل ريزيستنس. فمن كل بكتيريا، مثلا البكتيريا هاي السنه سنسيتيف فور سيرتن انتي بايوتيك، السنة الجاية بصير مالتي دراج. البطل انتي بايوتيك اللي انا استخدمته السنة الماضية شغال عليها هاي السنة. والسبب الرئيسي ايش؟ اوفر ذا كاونتر. دراج ابيوز او ان بروبر دراج ابيوز.
يعني بعطيك انا دوز مثلا دوز مثلا 100 ملي جرام، بقول لك تاخذ 100 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم، شو بتاخذ؟ تاخذ 50 ملي جرام مرتين او تاخذ 100 ملي جرام مره واحده. يعني شو الدوز معنا صارت؟ سب اوبتيمال دوز. هيك البكتيريا ما بتموت، بتعطيها مجال تكون ريزيستنس. تمام؟ فلازم المريض يلتزم بارشادات مين؟ الطبيب. احنا بس ناخذ انتي بايوتيك بعد يومين ثلاث بس نحس حالك كويسين، شو بنسوي؟ نترك. عشان هيك شو عندنا بالبيت بالصيدليه؟ ادويه كلها نص او ثلثين او شوي ناقصه، اخر شيء بنكبها. لا يا عمي كمل الدواء كله. تمام؟ طب كيف بتعرف انه المريض شفي؟ لا، بعد انتهاء الكورس باخذ من المريض عينتين بزرعهم، لازم يطلعوا نيجاتيف ويكون بين العينتين 24 ساعة. يعني مثلا انا خلصت الكورس اليوم، باخذ عينة بزرعها في المختبر طلعت نيجاتيف، بعد 24 ساعة برجع مرة ثانية تكون فير بالريزلت، باخذ عينة وبزرعها، إذا نيجاتيف شو بحكي المريض ماله؟ كومبليت كلينيك. تمام يا شباب؟ طيب التايبس اوف فاكسينز حكينا، نعطي سنجل فاكسين دفتيريا توكسويد. تمام؟ كومبايند فاكسين نعطي دفتيريا بيرتوسيس تيتانوس. هذا عند مين؟ عند حكينا عند الاطفال الصغار. عند الكبار شو بنعطيهم؟ تيتانوس تي دي، تيتانوس دفتيريا. شوف هذا الثلاثي دفتيريا سيلولار بيرتوسيس، ركزوا معي. وهاي ايش؟ تيتانوس. الدفتيريا والتيتانوس عباره عن توكسويد. ايش هو التوكسويد؟ باخذ التوكسين من البكتيريا بحطه في فورمالين، بعمل له انكتيفيشن، لكن بيحافظ على ايش؟ على شكله. انا بطلت منعته يصير باثوجينيك، منعته يعمل عند المريض توكسين افكت، لكن الفورمالين بعمل فيكسيشن، لكن بيحافظ على ايش؟ على شكله. حتى ما يدخل على الجسم التوكسويد اكون له انتي بادي، لما يجي مره ثانيه نيتشرال انفكشن بنفس البكتيريا وتعطيني التوكسين، انا بكون مكون له انتي بادي كورسبون اصلا نفسه لما التوكسين اكتف. تمام شباب؟ فالتوكسويد اويد، ايش معنى اويد؟ سيميلر تو، يعني بيشبه التوكسين لكن ما لهوش فعاليه التوكسين الحقيقي. واضح شو عم بحكي؟ فهون البيرتوسيس لا، بعطيه هون حطه مع التو توكسويدز، حطه ايه سيلولار بيرتوسيس. ليش؟ بيشتغل از ادجوفنت، يعني بنشط جهاز المناعه. اذا بعطي المريض ثلاثه توكسويد بكل له ميور ريسبونس ايش ماله؟ قليل. فشو حكوا؟ لا بنحط مع الاثنين خليه كامله انكتيفيتد اوكي من البيرتوسيس عشان يصير عندي بوتنشيشن للميون ريسبونس. بعدين النوع الثاني اللي هو الادلت والادوليسنس اللي هو تيتانوس ديفتيريا. البروتكتيف تايتر اذا كان مور ذان مور ايكوال 0.1 يونت فير امان نعتبره ايش؟ بروتكتيف. طيب المانجمنت اوف بيشنتس شو نسوي له؟ should be hospitalized in respiratory isolation rooms with close monitoring of cardiac and respiratory function. ممكن يصير معه ايش؟ cardiac arrest، ممكن يصير معه respiratory arrest. تمام؟ a cardiac workup is recommended to assess the possibility of myocarditis in patient with extensive pseudomembranes. possibly tracheostomy is required or intubation. يعني نفتح التراكي من هون او ندخل ايش؟ تيوب. In some settings, pseudomembrane can be removed surgically. مش بصير اشد فيه، بسحب معاه ايش؟ lower respiratory canal، ما بطلع الا ايش؟ by surgery. الكوميونيكابيلتي، ايش معنى الكوميونيكابيلتي؟ تسأله كمان، بقول لك يا دكتور انا صار معي دفتيريا، انا الان مصاب. لازم قديش اضل بعيد عن الناس؟ لازم قديش احافظ على الناس اللي ما اعديهم؟ Transmission may occur as long as virus bacilli are present in discharge and lesions. طول ما البسلاي موجودة ايش؟ بضل.
ليش حكينا قبل شوي انه بس اخلص الكورس اوف انتي بايوتيك مش باخذ من المريض عينه بزرعها شو طلعت؟ نيجاتيف. بعد 24 ساعه باخذ كمان واحد باخذ سكند سامبل وبزرعها، اذا نيجاتيف شو بحكي عند المريض؟ كيور. صار كومبليت هيلينج. هون بحاول باخذ المريض ايش ماله؟ نن كوميونيكابل غير معدي، تمام؟ غير معدي. The time is variable, but without antibiotics, شوفوا, organism usually persists 2 weeks or less and seldom more than 4 weeks. بالاحتياط بنقول له خليك 3 أسابيع تغير بالك انك تعدني الناس الاخرين من 2 إلى 3، لكن rarely اكثر من 4 أسابيع بدون antibiotics. Antibiotics اكيد بقلل the duration of transmission. The chronic carriers may shed organism for 6 months or more. Effective antibiotic therapy promptly terminates the shedding. تمام؟ وآخر سلايد اللي هو نأخذ كيس استادي يا شباب. صار طفل عمره سنتين. طفل عمره سنتين. صار في عنده upper respiratory tract infection. He had anorexia and fatigue. شو anorexia؟ The patient was seen in the emergency room. He had fever. تقريبا 40 درجة كثير. Physical examination revealed clear chest. ليش clear chest؟ هو upper. هو upper. في عندي exudative pharyngitis. في عندي exudate. And bilaterally large cervical lymph nodes. يعني شو أخذوا منه؟ ما بيعرف. أخذوا منه برسواب مسحة. مسحة من الممبرين. ممكن يكون في بكتيريا برا. تمام؟ بكتيريا جاية. داخل الممبرين وتحت الممبرين. تمام؟ أخذ منه مسحة والطبيب حكى أكيد هذا الطفل عنده إيش؟ سبريد ثروت. شو أعطى؟ بنسلم أو بيتا لاكتام أنتيبيوتيك، مجموعات البيتا لاكتام أنتيبيوتيك. حكى له روح وسلامتك والأمور تمام. أوكي؟ لا لما نتيجة المختبر طلعت ما طلع جروب إيه. لكن شو صار في المشكلة؟ لا بعد 10 أيام أو on day 10 of infection the child condition صارت أسوأ worsened. Okay. صار الطفل سيء. أجا مرة ثانية he became increasingly lethargic, developed respiratory distress, يدوب كان يتنفس. On the day of admission دخلوا طبعا على المستشفى. بعد ما فحصوا مريقوا حارته لسه تقريبا 39. He had an exudate in the posterior pharynx that was described as كيف وصفوها؟ yellowish, thick membrane which bled when scrapped and removed. حاول الطبيب ايش ماله؟ شو صار عند الطفل؟ صار bleeding. The patient's medical history revealed that he had received no immunization. لما سألوا الام اخذوا المطعوم حكت لهم لا. فشو بعطيك indication قوي انه ممكن يصاب بالدفتيريا. The patient was admitted to hospital diagnosed and treated for diphtheria. في سؤال يا شباب؟ طب بالنسبة للحضور غير انتوا قاعدين على ارقام المقاعد؟ لا ما كنا في ارقام هاي القوانين وزعوها. يا 4